ريان الشميري ناشط مجتمعي. فكرة الطباخ الشمسي بدأت يعني في الخارج، وإحنا نقلنا تجربة إلى اليمن. يعتمد فكرة الطباخ الشمسي على أساس إنه نحفظ الحرارة داخل الطباخ نفسه، والهواء الساخن المحفوظ داخل الطباخة هو اللي يقوم بعملية طهي الطعام. يتكون من أخشاب وزجاج وحديد أو سطح داكن وعازل حراري، هذا فقط المكونات الأساسية للطباخ الشمسي. جت الفكرة بهذا التوقيت بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها اليمن بشكل عام ومحافظة تعز بشكل خاص. فكان في جهة مولت المشروع ان احنا نذهب الى مصر. حصلنا على هذا التدريب، كيفية صناعة الطباخ الشمسي وكيفية استخدامه. الفريق مكون من 21 متدرب ومتدربة من محافظات مختلفة، منها محافظة تعز، محافظة عدن، محافظة الحديدة، ومحافظة صنعاء، ومحافظة حضرموت بشقيها المكلا وسيئون. من مميزات الطباخ انه الاكل ما يحرقش ابدا داخله، يعني يجلس ساخن لانه ما فيش نار تشتعل داخله. ايضا انه غير مكلف وايضا مستدام، يعني اذا حافظت عليه ممكن يجلس معك 3 سنوات بالراحه. تقدر تطبخ فيه بالرز، البيض، الفاصوليا، الكبسه، تطبخ فيه ما فيش مشكله، الكيك، المعجنات بشكل عام. لكن في عيب بسيط انه يتاخر بالوقت لانه يعتمد على حراره الشمس، وبالتالي بتعز غير عدن، غير المكلا، غير صنعاء، يعني بيكون الوقت مختلف. اطلقت مبادره على شبكه التواصل الاجتماعي انه اي شخص يحب يتعلم صناعه الطباخ الشمسي انا مستعد ادربه بشكل تطوعي ومجاني، فقط يوفر المواد. والحمد لله بدينا بصناعه اول طباخ لواحده من الاخوات اللي تبرعت بالمواد، والان حاليا بنعمل على صناعه ان شاء الله خلال الاسبوع القادم اكثر من 5 طباخات. برضو الفاعلين الخير حبوا انهم يعطوها لاسر محتاجه. رسالة للجهة ذات العلاقة أو نقول منظمة العاملة في اليمن إنهم يتوجهوا لهذا التوجه، لأنه نشتي نغرس هذا الشيء كثقافة مجتمعية، لأنه طاقة نظيفة متجددة ما فيش أي استهلاك لطاقة تقدر تقول قد تنفذ بيوم من الأيام. فإذا اشتغلنا على هذه الفكرة وطورنا الفكرة هذه ممكن يصبح شيء نقدر نقول ثقافة مجتمعية موجودة في أرجاء اليمن.